الأسبوع اللي فات كنا في مساء دريم التقينا بسالي سلامة. سالي سلامة هي منظمة مهرجان زومبا، والهدف منه أنه مش بس تقديم رياضة الزومبا، والزومبا طبعا احنا شرحنا قبل كده هي خليط يعني ما بين الايروبكس وما بين حركات استعراضية ورياضة كده بصفة عامة، وشيء جميل جدا ان احنا نشجع على الرياضة. يعني قلنا حتى لو تمشي في الشارع ده رياضة، بس يعني العالم كله دلوقتي يعرف وايقن بأهمية الرياضة، والرياضة الحقيقة المجتمعات المتقدمة بتعتبرها عنصر أساسي في جدول يوم كل مواطن، مش حاجة مش رفاهية أو مش لما يبقى عندي وقت، لا هو أنا الأساسي بتاعي إن أنا بلعب رياضة أي نوع رياضة، وممكن بقى نرتب بقية جدول اليوم. مهرجان زومبا كانت السنة اللي فاتت قدمته وسالي سلامة في الأقصر وأسوان، ودعت ليه مجموعة من الانستراكتورز أو مجموعة من المدربين من دول كتيرة جدا حول العالم، وجم وقلنا إنه ده كان يعني نشط السياحة بشكل كبير جدا، وممكن ده نمط جديد حتى للسياحة الرياضية، لأنه جم الأقصر وأسوان اتصوروا في المعابد وزاروا هناك وراحوا أماكن كتيرة، نزلوا كمية صور رهيبة على إنستجرام وعلى فيسبوك وكتبوا تعليقاتهم، فده كان فرصة كويسة جدا. الحقيقة إنه هي صممت إنها السنة دي كمان للسنة التانية تكمل هذا المهرجان، وأطلقت بالفعل إشارة البدء إن شاء الله للنسخة الثانية من مهرجان زومبا، بس السنة دي اختارت الجونة، وكانت معانا الأسبوع اللي فات وشرحت ليه الجونة، البحر الأحمر كونها أحد أبرز المقاصد السياحية، كل محبي السياحة الشاطئية عارفين، يقول لك هرجادة وشرم الشيخ وجونة وراتسي البحر الأحمر، دي طبعا حاجة يعني بتدي فرصة كبيرة قوي عشان الناس اللي تشارك حتى في المؤتمر في المهرجان ده اللي جايين من دول كتيرة يقدروا يشيروا بقى أكبر عدد من الصور. الأفكار دي وإن كانت تبدو بسيطة لكن صدقوني بتساعد إن احنا نعبر بيها عن جمال مصر، ونقدم صورة مشرقة جدا لمصر، ونعرف بره إنه يعني مصر بلد حرة كده، يعني بلد جميلة وبلد حلوة، بلد فيها كل حاجة، عايز رياضة فيه، عايز سياحة فيه، كل حاجة بإذن الله موجودة. طبعا كان في ممثلين بقى لوكالات الأنباء العربية والعالمية في إطلاق الحدث ده في المؤتمر الصحفي، وكان أطلق في دريم لاند. تعالوا نشوف مع بعض كده هذا المؤتمر اللي نقلته لينا زميلتنا سارة مجدي. دلوقتي بقت ترند بينتشر بسرعة كبيرة قوي في مصر، والناس كتير قوي بدأت تهتم بيه، ان احنا ندعي ناس من بره سواء ترينرز او حتى ناس من محبين الزومبا ان هم يجوا مصر، هيرجعوا اكيد باكسبيرينس كويسة قوي، هيرجعوا يتكلموا على البلد، هيرجعوا يتكلموا على الاماكن الكويسة اللي شافوها الناس اللي قابلوهم. عايزين ننشط السياحة وعايزين الناس تيجي وتشوف مصر ايه هي، وفي نفس الوقت بالنسبة للزومبا كوميونيتي ان احنا نجمع الناس كلها في حاجة احنا كلنا بنحبها. السنة دي هتبقى في الجونة، فدي اكسبيرينس مختلفة من ناحية التنظيم، فيعني السنة اللي فاتت كان تحفة، بس طبعا السنة دي متوقعين ان هو يكون احسن، لانه زي ما انت عارفة كل ما بنعمل حاجة اكتر من مرة كل ما الغلطات الصغيرة اللي حصلت قبل كده بتتفادى، بس هو طبعا الصراحة سنتين كانوا يعني تحفة. الناس بتبقى عايزة تيجي سياحة لمصر، بس الناس دايما بتدور على حاجة ريليتد بيها وبحياتها عشان تيجي عشانها، فالناس اللي ليها علاقة بالزومبا كوميونتي او بالرياضة لما بتلاقي ان في ايفنت زومبا كبير زي ده موجود في مصر اللي هي بقى بلد الاهرامات والسياحه وكل الحاجات دي، فبيلاقوا ان في حاجتين هيجولها مش مجرد بس السياحه، كمان هيعملوا زومبا مع اكبر زومبا بريزنترز في العالم واكبر مدربين زومبا في العالم، فبيبقوا عايزين يجوا. التجمع بتاع المدربين العدد ده 15 من كل الدول دي ما بيحصلش في اي حته قريبه من مصر، يعني اكبر عدد مدربين او المدربين كلهم بيتجمعوا مره في السنه في زومبا كونفنشن في امريكا، فدي حاجه ما بتحصلش. فبالنسبه لينا احنا كمدربين في مصر قليل قوي مننا اللي بيقدر يسافر، نسبه صغيره قوي، فعلشان نجيبهم هنا وكل الناس تقدر تشوفهم فدي حاجه مميزه جدا، الى جانب انه في الشرق الاوسط وفي اوروبا برضو مش كل الناس دي المجموعه دي ما بتتجمعش مع بعض بسهوله. The
المدربين رائعين. قابلت جميع محبي الزومبا هنا، والناس مرحبين وودودين جدا، لذلك أتطلع للمهرجان. لقد بحثت عن الجونة عبر الإنترنت، وهذه ستكون ثاني زيارة لي للبحر الأحمر. مصر جميلة جدا، هنالك تاريخ. أنا من الولايات المتحدة ولا يوجد لدينا مثل ذلك التاريخ، والمصريين محبي الزومبا وودودين للغاية. إنه من الرائع التواجد هنا. لقد رفعنا المستوى كثيرا في مهرجان العام الماضي، ولذلك سيكون من الصعب التغلب على ذلك المستوى، إلا أنه لدينا مدربين جدد ومكان جديد، ولذلك ستكون تجربة جديدة رائعة. مصر كانت إحدى البلاد اللي حلمت بالذهاب إليها، وتحقق الحلم لأننا هنا دلوقتي. وما هو الغير مميز في مصر؟ فمصر لديها طاقة رائعة مميزة، وأتذكر في المرة الأولى التي جئت فيها لمصر عندما نزلت من الطيارة، الناس هنا ودودين للغاية، ولقد استمتعت بكل زيارة لي في مصر. I have enjoyed every single visit that I have ever had here in Egypt.